الوصفة السحرية لزيادة البيض عند الدجاج. يحتاج الدجاج إلى مدة طويلة من الإضاءة، خصوصا في فصل الخريف، لأن النهار أصبح قصير والليل طويل، والدجاج يحتاج إلى مدة طويلة من الإضاءة حوالي 15 ساعة في اليوم. كذلك يحتاج إلى التدفئة لأن الجو أصبح بارد، فتغير المناخ يجعل الدجاج يتوقف عن البيض وتصبح نسبة البيض عند الدجاج قليل. يعتبر الفلفل الحار جيد للدجاج. يحتوي الفلفل الحار على مواد فعالة مثل الكابسايسين، والتي قد تكون لها بعض الفوائد للدجاج، منها تحسين الطعم. يمكن أن يضيف الفلفل الحار نكهة فريدة وإثارة للطعم، مما يجعل وجبة الدجاج أكثر إثارة للذوق. تحفيز الهضم. يعتقد أن الكابسايسين يساعد في تحفيز عملية الهضم وتحسين امتصاص العناصر الغذائية. تحفيز الشهية. يمكن أن يساعد الطعم الحار في تحفيز الشهية، مما يجعل الدجاج أكثر جاذبية للأكل. تأثيرات صحية. يعتقد أن بعض المكونات النشطة في الفلفل الحار قد تكون لها فوائد صحية، مثل تأثيرات مضادة للالتهابات وتحسين الدورة الدموية. مع ذلك يجب تناول الفلفل الحار بحذر، خاصة إذا كان هناك حساسية أو استجابة سلبية من الدجاج للتوابل الحارة. إعطاء الحلبة للدجاج. تعد الحلبة مكملا غذائيا مفيدا للدجاج، وتحمل العديد من الفوائد، منها تعزيز النمو. الحلبة تحتوي على مواد غذائية مهمة مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن التي تساعد في تعزيز نمو الدجاج. تحسين صحة الريش. يعتقد أن الحلبة يمكن أن تساعد في تحسين جودة الريش لدى الدجاج، مما يؤدي إلى ريش أكثر لمعانا وصحة. تعزيز الجهاز المناعي. تحتوي الحلبة على مركبات تساعد في تعزيز جهاز المناعة لدى الدجاج، مما يساعد في الحماية من الأمراض. تحسين إنتاج البيض. هناك تقارير تشير إلى أن تضمين الحلبة في العلف يمكن أن يسهم في تحسين إنتاج البيض لدى الدجاج. خصائص مضادة للالتهابات. يمكن أن تساعد الحلبة في تقليل التورم والالتهابات، مما يعزز الرفاهية العامة للدجاج. يجب تقديم الحلبة بكميات مناسبة وضمن نظام غذائي متوازن لضمان الحصول على الفوائد الأمثل للدجاج. إذا كنت تعطى للدجاج كل من الحلبة والبصل والثوم والفلف حار بعد الإعلاف، سوف تشاهد الفرق. إذا شاهدت الفيديو كامل، قم بالضغط على المشاركة وترك لنا تعليق.